وصل إلى مدينة تغدامس أعضاء الحملة الطبية للكشف عن الأمراض والفيروسات التي يشرف عليها منتدى أشبال المستقبل للأم والطفل، حيث انطلقت الحملة من مدينة طرابلس مرورا بإثنتي عشر بلدية واقعة في نطاق المنطقة الغربية، تم تسليمها سلة وقائية وتقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بمجابهة جائحة فيروس كورونا. حملة كانت خاصة للنازحين في ظل الحروب اللي دايرة في المنطقة الغربية، لكن بدخول جائحة كورونا تخصصت لجائحة كورونا. الحمد لله تم توزيع كل السلات الوقائية على 12 بلدية في المنطقة الغربية لمنفذ وازن من بطن الجبل. الحمد لله اليوم وصلنا لغدامس. أعضاء الحملة قاموا بزيارة ميدانية للأحياء والمنازل التي يقطن فيها ذوي الأمراض المزمنة والدخل المحدود للوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم وتوفير كل ما يلزم لهم بالزيارات القادمة عن طريق فرع المنتدى والذي سيتم افتتاحه بهذه الزيارة. مجهودات فريق العمل وصولا حاليا داخل بلدية غدامس، ويقدم في خدمات الصحية والمعدات الوقائية والطبية لفريق طب الطوارئ داخل المستشفى العام لغدامس، وحاليا عن تواصله في زيارة ميدانية في كافة الأحياء والمنازل لذوي الأمراض المزمنة والدخل المحدود للوقوف على احتياجاتهم وشن نقدر نقدمه من يد العون. حملة أسهمت فيها نقابة المهن الطبية المساعدة فرع طرابلس وإدارة جهاز الطب العسكري، وكان الهدف منها الوصول لكل مريض في منزله وإعداد استبيان وصرف بطاقة لمتابعة حالته في المصحات المختصة مجاناً.